وخلونا كده في البداية نتكلم عن مصر. أكيد مصر في السنوات اللي فاتت بتعمل مشروعات في كل مكان. طيب في كل مكان في مصر بيكون دايما في متابعه مستمره ليها. خلينا نتكلم بقى عن امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، واطلع على مستجدات انشاء ميناء جرجوب البحري اللي بيقوم على تحقيق الاستفاده المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقاومات الاقتصاديه والبيئيه لمنطقه جرجوب، وده طبعا من خلال اقامه ميناء حوياء تجاري ومنطقه صناعيه، اضافه طبعا منطقة الخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، وده لتعظيم العوائد مع خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا. وأكد الرئيس على الأهمية الكبيرة للجهود دي في تطوير الاقتصاد المصري ودفعة المصاف الدول المتقدمة تجاريا وتصنيعيا، بالإضافة طبعا لتنمية المناطق المجاورة للموائن في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، وده في ضوء ما تتميز به مصر حاليا من شبكة طرق ومحاور عالمية حقيقة يعني في المستوى، وسائل النقل الحديثة ومتعددة يعني كل حاجة. طيب خلينا نقول أنه أكد الرئيس على الأهمية الكبيرة للجهود دي في تطوير الاقتصاد المصري ودفعة المصاف الدولة المتقدمة تجاريا وتصنيعيا، بالإضافة طبعا لتنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، وده طبعا زي ما قلنا في ضوء ما تتميز به مصر حاليا من شبكة طرق ومحاور عالمية وسائل نقل حديثة ومتعددة، سواء ما تم تنفيذه أو جاري العمل به، بما يسهم طبعا في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة، وكل خير لمصرنا بلدنا مصر الحبيبة. تعالوا بقى